نور، مثل ما تابعنا مجموعة من المواد عم نحكي فيها عن أجواء الفرح والميلاد أكيد ورأس السنة، بدأت ملامح الزينة والأضواء تزين شرفات وشوارع مدينة دمشق مثل باقي المحافظات، وضمن الشهر المبارك بكل مناسباته الجميلة. اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نحكي عن أفكار بسيطة من مواد موجودة بين إيدينا ممكن نقدر نتميز من خلالها بزينة ميلاد تحمل بصمة خاصة فينا. برحب أكيد بصباحنا لليوم بنورة حبش، مصممة إكسسوار. صباح الخير، صباح كيفك النور، نورة؟ يا يسعد هلا، يسعد صباحك. صباحكم، يسعد يا هلا، صباحك وأهلا وسهلا فيكي على الشاشة الإخبارية. ومثل ما قالت زميلتي أهلا سلمى، فيكم. بلشت هلا نشوف ملامح طبعا الأعياد والزينة عم تضوي يمكن كل المحافظات السورية وخصوصا بالشام. خلينا نحكي معك اليوم، يمكن الزينة مختلفة شوي، تمام، أغلبها من الخشب. يعني عم نشوف زينة الميلاد، شجرة الميلاد عادة خضرة، خضرة، هلا لا تمام. اختلاف. خلينا نحكي لحتى نغير ان الشكل شوي. رح نغير الموديل اي شوي. خلينا نحكي بالبداية عن الشجرة. نحن متعارف عليه مثل ما قلتي انه الشجر يكون اخضر او انه يكون مصنع اللي هو بيكون جاهز بنشتري، بس فينا نغير وفينا ناخذ شكل الشجره. هي الفكره اللي عم نرجيها اليوم، اللي هي شجرات فنيه، يعني ممكن تكون تستخدم كرف بالبيت، اللي هي ممكن هذا الشكل اللي اوكي. هو مثلثات فينا نعلقها على الحيط، ففينا نستخدمها كرفوف يعني، أو الشكل الثاني اللي هو عبارة عن أضبان خشب وملفوفين بشكل شجرة. حلزوني، فهن عم يعطوا كمان شكل الشجرة وبنقدر فينا نعلق فيها اللي بدنا إياها، زينة عنا من قبل أو زينة نحن بنعملها. فهذا بس لحتى نعطي هيك أفكار مختلفة، وهدول مناسبين إنه حتى نحطهم بمكاتب، باستديوهات، هو هذا اللي ببيوت كنت رح أقلك صغيرة، عليه، بعيادات أو بمحلات تجارية. ما في محل كتير كبير لحتى نحط للشجرة الشجرات الكبيرة، التقليدية، تمام. فهي إنه كمان نعطي تغيير نوع شكل، من أي الميلاد أي للمكتب تمام، ويكون في بيروح زينة. بس يعني ممكن يمشي مع ديكور المكان، يعني ممكن أها يكون خشبي فبنعمله خشبي، ممكن نعطيه اللون اللي بدنا إياه. أكيد. فهي الفكرة اللي نحن عم نعطيها شوي لنغير بهي المناسبة. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن التصميم بحد ذاته، يعني مو بس إنه هي مناسبة لمكان صغير مثل ما حكيتي أو لمكتب، اعتمدتي على تصميم شوي مختلف يمكن بيناسب الخشب لأنه معمول من تمام، الخشب. اي نحكي عن التصاميم اللي اخترتيها. التصميم. هلا نحن اذا فينا نقول هدول تصميمين، وفي تصاميم اكثر اكيد الواحد بيقدر يعملها، بس الخشب بيساعدنا كثير مطاوع، يعني نعم. فينا نقص نوصل القطع اللي بدنا اياها، نعملها رفوف او شيء. فالتصميم الشكل الاول هو عباره عن مثلثات متراكبه اللي فوق بعضها، شايفينه هونيك تماما، تمام. هذا حتى الزينة كيف اي محطوطة فيها كمان، يعني حتى يعني الزينة فهي بنلعب تصميم، عليها، يعني اي الزينة بالميلاد بنحط زينة، بغير تمام، أوقات اي بنحط تفاصيل هلا أخرى. ممكن بمناسبات تانية لازم يكون الشيب مختلف، يعني أها انه طبعا. نحن اخذنا شكل الشجرة كشجرة ميلاد متعارف عليها انه هيك تكون شكلها، وحتى المثلث يعني اللي بيكون من ضيق، واجمالا هو شكل شجرة الصنوبر او السرو، يعني هذا الشكل الاساسي تبعه. يعني لعبت فهي أكثر من تفصيل فينا نقول. يعني تقريبا، فهلا هي كمان اثنين بيشتغلوا سرو، بس اكثر هي صنوبر، هديك بس للتعليق، وممكن تكون بمحلات اكسسوار يعلقوا عليها اكسسوار، ممكن بمحلات مكياج يعلقوا عليها مواد تجميل، فهي مطاوعة حسب المكان اللي نحن بنحطهم فيه. أكيد بالبيت بنحط زينة أو أي شيء، حتى بولادة بيبي ممكن نحط ضيافة البيبي عليها، فيعني فينا تساعدنا أكثر، وديكور نلعب ممكن فيها يكون أكثر ما دائم، نغير فيها. تمام، وديكور ممكن يكون دائم. إذا قلنا هاي تصاميم مثلثات، هديك تصاميم حلزوني. ف المهم وصلنا لشكل الشجرة بالتصميم. أكيد في بمناسبات تانية ممكن نجيب تصاميم أكثر، بس إنه منركز هدول فيهم سهلة مبدئيا. ممكن حدا يعملها بالبيت يعني، ولا بالبيت ممكن بدها إنه استعانة ممكن بشخص يكون بدنا احترافي؟ إيه بد هلا نحن فينا نستعين بنجار قريب، أكيد في حدا أكيد حواليه كتير نجارين أو شوي، ففينا إذا عندنا قطعة خشب أو ناخذها من عنده نعطيه التصميم، بنقول له بيقطعها بهالطريقة وبنساعده نحن بالتصميم. فهي إذا ما عنده هو تصميم، أو بنرسم له إياها وبنعطيه القياسات اللي نحن فينا نكبرها قد ما فينا، فينا نصغرها كمان. ف
يعني اكيد التولز تبع الخشب اكيد مو موجودين بالبيت، في عندنا الشله، المنشار، حتى لما نثبت ادوات مئذيه فاجباري بده لما نثبت الرف بالثاني فحتى يكون مزبوط، فهو بده مثل الملاقط تبع اللي بيمسكوه بس يغروا الخشب، يعني هي عدته. نحن اكيد فينا نساعد، بس انه عم نعطي فكره انه نحن فينا نمشي فيها بمساعده حدا ثاني. طيب خلينا نورا نحكي معك القطع الثانيه، مثل ما انا شايفينهم هون بالكاميرا ستاند خشب. تمام. وعليه قطعه فنيه جميله كمان تتصف. هلا اذا بتقدري تمسكيها، هي عباره عن طاره تطريز، هو هذا الكادر المدور اللي بيشدوا عليه القماش لحتى نطرز، هي القطعة الداخلية بس، هو كستاند محمول على الخشب. هذا ستاند، أوكي. تمام. فالقطعة هي عبارة عن طارة التطريز اللي بنشد عليها القماش ومنطرز لحتى يكون مشدود. فنحن حطينا عليها قماش مناسب للمناسبة، وحطينا كلمة مناسبة وإكسسوار مناسب، فصارت مادة للديكور يعني ولزينة، وفينا نلعب ممكن ستاند صورة يصير. تمام. يعني فيك تلعبي على التفاصيل، ونرجع يعني نرجع بأي مناسبة فينا نحط الشيء اللي بدنا اياه، يعني بنغير القماشة، حتى فينا نستخدم بالصالونات، فينا نحط قماشات من نفس الصالون اللي عندنا وبنحطهم تابلويات ورانا بتشكيل معين. فيك ستاند، فهي فكره. ايه الستاند بتاخذ معك باكثر من قصه، يعني تمام. ستاند صوره، ستاند مرايه، كمان ممكن ضمن الديكور المنزلي. فهي كمان فكره كثير سهله، فيها ست البيت ممكن تقدر تعملها اذا كان وجمعت شويه مواد مناسبه لإلها. بالمناسبة تبعنا هي الميلاد، فنحن حطينا مواد الميلاد وقادرة انها تكون هدية مهضومة تنحط على البيت على الانترو، يعني كاستقبال دخول البيت. تمام. فالكلمات بتتغير، هي الكلمة المحطوطة هون لاف او هوم، فينا نحط ويلكم هلو، فينا نحط ويلكم بيبي او ميري كريسمس هابي نيو يير، حسب المناسبة. حسب المناسبة. نعم. كمان رولا خلينا نبلش نحكي شوي عن القطعة الصغيرة اللي نحن مزينين فيها. تمام. الشجرة، واللي هي كمان شغل ايديك، كانت هي النقشة اسمها بنتولين. اي هي النقشة هي شرقية، هي عبارة عن نقشة الطابات، لان احنا دائما بنلاقي الطابات اللي محطوطين على الشجرة بيكونوا محطوطين بخطوط وعليهم اوفر زينة. تمام. فمنلاقي خطوط زيكزاك او نجوم او نقط او اي. مين اخذني بس لاعرف مين الكاميرا اللي اخذني مشان نقرب شوي. طيب نقرب شوي لحتى تبين هي النقشه، لانه هي من النقشات المشهوره والمعروفه. أيه. واللي بيتم شغلها يدوي ببلاد الشام بالعموما او بالدول العربيه. هي انماط متكرره. هي تمام. هي مميزه، ما بتلتقى غير بدولنا بالعموم. وهذا الفن تصدر لبرا، يعني صار النمط مختلف ومميز. تمام. النمط من التطريز الموجود بضمن هي القطعه هو الايتامين. الايتامين. تمام. في ناس بيسموه كنفا. كنفا يعني هي. تمام. على الاسماء القديمه. ايه. جدادنا. ايه. بس هو يعرف بالايتامين. ايه. بس الامل بتلاقي هو معرف اكثر بالكنفا يعني. تمام. لك ايه. بال 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 بتركيا الارمن او شيء بيسموه في كنفاز، يعني بيسموه كنفا، وهي ترجمه الكلمه هي لوحه قماشيه. صحيح. تمام. فبس نوع القماش اسمه هو ايتامين بالعربي، ايضا بالانجلش، فيعني بتتعدد كثير تسميات. والفن هو كروس تيتشنج بالانجليزي. صحيح. فهي القطعه هي عباره عن كادر، محطوط بقلبها قطعه صغيره حتى ما نكتر نعمل كثير كبيره، نقدر نخلصها بسهوله، وفينا نحطها على الشجرة. وبتاخذ مساحة. فينا نحطها على الشجرة. ايه؟ وفينا نعلقها على البراد. تمام. لأنه فيها مغناطيس. فيها مغناطيس. هي لأنه القطعة فيها مغناطيس. استعمالات. تمام. طيب نورا بالختام خلينا نحكي عن المشاريع السيدات، المشاريع اليدوية أو الأعمال اليدوية، قديش اليوم عم نشوف فعلا بارزة بشكل كتير كبير، وحضرتك إلك مشروعك الخاص اليوم. هلا قديش بارزه، يعني هي حسب الترويج لها، حسب قديش العالم بتصير لا بس العالم عم ترجع للشيء القديم ان شاء الله، يعني لانه نحن بنتمنى انه العالم تصير ترجع لهي الاعمال، وحتى تبتكر شيء لها باي شيء، ممكن يكون لها ميول بشيء معين، فممكن تبتكر اي مشروع خاص مثل ما حاليا صار معي. بتخيل انه لازم نحن نعمل ثقافه وعي اكبر لحتى نخلي العالم كمان تتوجه لهي الاعمال، لانه فيها قيمه
عاطفية أكثر، فيها قيمة تراثية أكثر، ممكن تحفظ كثير شغلات. السيدات السوريات عم يتوجهوا للأعمال اليدوية اليوم، عم يكون في مشاريع خاصة، وعم بنفس الوقت عم يكون مشروع الخاص لتعيل تمام. نفسها. هلا في توجه أكيد عم يكون في أعمال كثير جميلة يعني في توجه، بس نحن بدنا العالم تتوجه لحتى تاخذ منهم، لحتى تدعمهم، لحتى يستمروا، لأنه في مشاريع وقفت من أجل التسويق. بدنا تمام، بدنا إنه المشاريع يعني تستمر وتتطور، لانه كل ما استمرت حتتطور أكيد. فهي الاساس. وبالنتيجه افكارنا هي بسيطه، انا اللي حاولت اقدمها اليوم حتى تقدر اي حدا ضمنيا بيقدروا يعملوا، اذا كان عندهم هيك شويه وقت وشويه مواد بيقدروا يجمعوها مع بعض ويقدروا يعملوا شيء بالمناسبه. اكيد اكيد. وهذا الشيء اللي دائما نحن بنقوله، المشاريع ما بتوقف، الافكار ما بتوقف طول ما نحن مقررين انه نعمل شيء ونستفيد من وقتنا ونستفيد من قطع يمكن موجوده بالبيت. نوره حبش، مصممه الاكسسوار، بدنا نشكر وجودك معنا، واكيد اعياد مباركه ويعطيك العافيه. يعافيكم وينعاد عليكم دائما وعلى الشام، وتكون اكيد أيامنا اللي جاي أحسن إن شاء الله يا رب. أكيد نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمة نورة. شكرا كثير لك. ميرسي.